اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مقبلات وسلطات في الفنادق الكبيره والمطاعم الكبيره وفي عالم المطبخ. عاملين له قسم خاص اسمه جارد مانجي. تلاقوا الشيف واقف، التلاجه جنبه، الكاونتر عليه كل انواع الخضار ربنا خلقها في الارض، اللحوم، اسماك، مش معناته سلطه ومقبلات يعني السفره ما تخلاش او المقبلات ما يكونش فيها بروتين حيواني او نباتي او خلافه، لا بالعكس، في انواع من السلطات تتاكل في الوقت نفسه بمجرد ما نعملها، اللي هي الخضروات الورقيه زي الخس والجرجير. في انواع من السلطات تقعد في التلاجه ساعه ساعتين علشان تاخد مرحله تبريديه زي البقوليات عشان نعرف ناكلها، تبقى الانسجه بتاعتها شربت الفليفر والطعم بتاع التوابل. في انواع من المقبلات تتحط في التلاجه فتره طويله وكل ما تقعد فتره كل ما تحلو، يعني عد عليها يوم اتنين تلاته زي البتنجان زي الحمص وهكذا. معانا النهارده من عالم السلطات والمقبلات، بما ان الصيف داخل علينا وهيبقى لنا يوم مع الايس كريم والعصاير والحاجات اللطيفه الحلوه عشان نستقبله بقلب جامد، هنعمل النهارده الارنبيط. الارنبيط بالطحينه، وازاي نطبخ الطحينه مع الارنبيط المشوي في الفرن، مش هيتحمر في الزيت، مش عايزين حاجات فيها زيوت كتير. معانا الحمص النهارده مصدر غني جدا للبروتين النباتي، البقوليات زي الفول زي الحمص زي اللوبيا، ولكن المشاكل مع الحمص الغازات والانتفاخ مع القولون والناس اللي بتعاني من مشاكل القولون. معاكم شيف شاطر، ازاي نتعامل مع الحمص بلطافه ناخد منه اللي احنا عايزينه. معانا الجمبري، حلو قوي، اخترنا اغلى حاجه في الفوسفور الجمبري مع الجرجير، الاثنين مع بعض بيتفقوا في طبق واحد مع فليفر من التوابل اللي هو الزعتر المستردة، ونشوف ازاي عصير الليمون وزيت الزيتون مع الاثنين يبقى لطيف وجميل. معانا النهارده كمان مايونيز، هنعمله سلطه لطيفه حلوه جدا مع برضو الجرجير والجمبري، ممكن نتعامل مع المايونيز وده منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. الخس هنا كمان لنا موقف معاه، الخس الكابوتشا الحلو اللي هو غني بالسكريات شويه بتلاقوا طعمه حلو، هنعمله مع الزبادي سلطه حلوه، والزبادي منتج جيد جدا للبروتين الحيواني، منتجات الالبان، يعني عايز اوصل لحضراتكم ان السفره فيها بروتين، مش لازم يكون فيها هوبر، مش لازم يكون فيها فرخه متكتفه ولا ديك رومي. معانا البيض المسلوق النهارده هنعمله سلطه حلوه مع فليفر من الزيتون والمستارده والزعتر، والبيض منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. مش معناته كمان ان احنا نعمل طبق السلطه معناته ان ما يبقاش فيه بروتين حيواني او فيه قيمه غذائيه، بالعكس ده عالم تاني خالص نقدر ان احنا نعتمد عليه وناكله في وجبه رئيسيه في اليوم وتغني عن الحاجات اللي احنا عارفينها، المحمر والمشمر اللي احنا قعدنا فتره طويله معاه. اجازه سعيده، كل سنه وانتم طيبين وراجعين بقلب جامد وراجعين طبعا بباور تاني خالص، ونقدم لحضراتكم بمناسبه دخول الصيف علينا بصدر وكده والجو حر، احنا واقفين مع بعض ان احنا نعمل أنواع من المقبلات والسلطات، وكل سنة وأنتم طيبين. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لعالم السلطات والمقبلات على شاشة القناة الأولى، أو أطرحوا بعيد. إيه اللي بعده يا عم الشيف؟ معانا نوع من أنواع المقبلات لما يقعد في التلاجة يحلو، اللي هو الحمص. آه، الحمص الشام ده طبعا كلنا عارفينه، ممكن يتاكل سخن مع التوم والخل مع الشطه مع الكمون، الدقه الحلوه. ممكن ان احنا نقدمه مع طبق مقبلات حلو، حمص بطحينه في قلب الخلاط. ممكن يتقدم حمص بزيت الزيتون بس في قلب الخلاط يبقى كريمي ولطيف وحلو. هنقدمه دلوقتي سليم زي هو زي ما هو كده، هنشوف نقدمه ازاي. مقاديره على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع، حمص وتوم زيت زيتون وبقدونس مفروم ناعم ونعناع علشان مشاكل التوم، وعصير ليمون وملح وفلفل وكمون، وبرده الكمون هنا مع البقوليات صديق البقوليات عشان مشاكل الغازات. اه طب ولكن انا هعمل تركية صغيره كده علشان الحمص ده ينسجم مع بعض. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بهرس خمس ست حبات عشر حبات من الحمص كده يدوني شكل كريمي علشان يبقى فيه انسجام زي ما بنعمل مع الفول. بتلاقوا كده الواحد وهو قاعد بياكل طبق الفول يهرسه كده بالشوكة يوم يديني الالياف بتاعته. الحمص غني بالالياف، غني بالبروتين النباتي الجميل الحلو. شفت الطريقه دي مهمه جدا. اه دي زي الفل تمام. اه خدت انا شويه الحمص دول كده اللي في قلب الكسرولة، عايز انا الهرسه ديت واخليهم كده على جنب، وهنزل في النص بالثوم طازه اهو.
وبقدونس مفروم ناعم. ينفع كزبرة بدل البقدونس؟ لا، الكزبرة مش مرغوب بيها في المقبلات الباردة، خلي بالك. وانزل هنا يا عم الشيف بشوية الكمون الحلوين والسنة البابريكا الحلوة، ومعانا عصير ليمون اهو، ومعانا زيت زيتون هيديني قوام. يا عينيا، حاضر. كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. نوع المقبلات ده بقى لازم يتحط في التلاجة شوية، يعني ما ينفعش ان انا اعملها واخلص منها. عشان كده بتلاقي في الفنادق الكبيرة والمطاعم بتلاقوا سلطة الحمص دي موجودة وجاهزة وزي الفل، يغرف منها على طول الاكارت. هنقلب دول مع بعض. فين الملح يا عم الشيف؟ نسيته. نحط الملح. لو احنا حاطين في سلق الحمص ملح، خليكي فاكرة. المهم اللي عايز اقوله بقى انه يفضل انك تسلق الحمص في البيت. طب اسلقه في البيت ازاي يا عم الشيف؟ الحمص ده بيتجاب، بيتنقع من بالليل، نخلص من المية بتاعته ونرميها، عشان المية فيها غازات وهي اللي بتعمل مشاكل مع الكولون. كده تخلصت من المية بتاعته، عكس القمح. القمح ممكن يتسلق بالمية بتاعته، خلي بالك. الفول والحمص لما تنقعيه في مية من بالليل تخلص من المية بتاعته، لانه بيبقى فيه مادة حافظة وفيها غازات والمشاكل دي كلها. وتسلق الحمص ده على النار، ياخد غلوة بتهدي النار تحت منه، وبلاش تحط بيه كربونات من فضلك ارجوكي، يا امي يا خالتي يا عمتي يا كل الساده المشاهدين. وجود البيكربونات مع سل البقوليات بيعمل مع الوقت ومع الاستمراريه ومع التكرار مشاكل مع الكولون وارتجاع مريء. وبالنسبه لارتجاع المريء هنتكلم عنه كلام كتير قوي، لان مهم جدا ان احنا نتلاشاه قبل ما نقع في مشكلته. خلينا نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل مهرجان السلطات والمقبلات عالم لوحده مع دخول الصيف والحياة الحلوة. اهو اطرحوا بقية، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ودايما اقول طبق السلطه السهل مش ان انا اعمله، ان انا اغرفه بقى واقدمه بشكل حلو قوي بلوحه فنيه، هي دي الشطاره. وانا دايما بحكم على السفره ايا كان فيها، حتى لو عليها خروف متكتف، بطبق السلطه اللي احنا بنقدمه. لان عمل الخروف للامانه والله العظيم، يعني لا بتكلم الصراحه، اسهل من انك تعملي طبق السلطه بجد والله يا شيف. انك تجيبي شويه خس تغسليهم وتعقميهم حلو من الاتربه والجراثيم الصغيره، اي نوع من الخضروات الورقيه او الحمص. الخروف انت بتعملي فيه ايه؟ بتعملي له مساج بشويه توابل من القرفه، زدان يعني، غير خروف ضاني حلو حلو كده، شويه قرفه، شويه بهارات حلوين، بهار حلو مع فلفل اسود من بره ومن جوه، ونكتفه في الصينيه وندخله الفرن. هو احنا اللي بنبوا النار اللي تحت منه، بتسيبيه لمده 3 4 ساعات اذا حسب وزنه، وخلص الكلام. بيطلع بتقدميه مع شعريه مع رز ايا كان. انما تهتمي بسلق البقوليات زي الحمص ده كده وتتبليه وتخش في تفاصيل البقوليات، ده موضوع بيحتاج لخبره طهويه. الخس يتغسل كويس ونقدم سلطه حلوه بالشكل ده كده ونعمل اللوحه الفنيه دي كده، دي مشكله برضو عايزه خبره طهويه. معانا مين يا استاذ رحاب؟ انا لا، الحمص بغرفه، انا هنقدم بعد كده سلطة البيض المسلوق، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ولكن خلونا نقدم الحمص الاول بالشكل ده كده، لان مش ان انا اعمل طبق السلطة وبس، لا، لازم التقديم مهم جدا، اللي هو البرزنتيشن يعني الشكل. حلو. سؤال حلو جدا. ينفع سلطة الحمص دي نحطها في التلاجة ونعبيها في علب بلاستيكية؟ مفيش اي مشكلة. وتحط في، عشان كده انا بقول دي من انواع السلطات اللي كل ما تقعد في الثلاجه كل ما تحلو. ادي الحمص اهوت معانا زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ معايا بصل. شوفي بقى التركايه بقى. ده بصل قطعته شرايح بالشكل ده كده، حلو. وبحط عليه يا عم الشيف شويه سماق. الله عليك الله عليك، هو ده هو ده. سنه بابريكا، ادلع الحمص. حلو الكلام، مع عصره ليمون حلوه عشان مشاكل البصل والعينين. وامسك البصل ده افركه بايديا كده، مع سماق.
اه شفت الجو ده كده؟ البصلايه دي بقى جميله جدا. وجرنش بقى الطبق ده كده. موضوع اختلف هنا. سلطه حمص حلوه ناكل منها معلقه واثنين وثلاثه. بالشكل ده كده، شكل جديد، ونيجي فوق نحط شويه كده. وانت بتقدميها بقى كده تقولي بألف هنا وشفا للي ياكل منها. ادي سلطه الحمص بتاعتي خلصت منها. نخش على اللي بعده.